وللمزيد حول تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ضغوط أمريكية لقبول مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة بشأن غزة وتأخر الرد الإيراني على مقتل هنية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في العلاقات الدولية الأستاذ عامر حسن. مرحبا بك معنا سيد عامر. مرحبا بكم، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين أينما كانوا. حياكم الله. أستاذ عامر، من الملاحظ أن هناك جولة مكثفة من المفاوضات بدأت في الأسبوع الماضي ليومين متتاليين في الدوحة، ثم غادر الوفد الإسرائيلي الدوحة وزار اليوم بلينكن إسرائيل مجددا من أجل الضغط على نتنياهو كما قيل، لكن يتبين من هذه الزيارة بأنها لم تكن زيارة ناجحة على مستوى تحقيق الضغط الأمريكي المطلوب للتوصل إلى اتفاق. هناك مراقبون يقولون بأن هناك محاولة استثمار للاحتقان والتوتر بحيث يؤدي إلى التوصل لاتفاق ما، وبالتالي ينهي مسألة الرد الإيراني على اغتيال هنية وعلى التعدي على السيادة الإيرانية. كيف تقيم هذا المشهد حتى اللحظة؟ وطبعا لتقييم هذا المشهد يجب أن نعرف أن هذه هي الزيارة التاسعة لبلينكين للمنطقة منذ 7 أكتوبر في العام الماضي، وأن أول تصريحات بلينكين عندما زار إسرائيل الدولة الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي كان تصريحه اللافت والشهير أنه إنما قدم إلى تل أبيب كشخص يهودي قبل أن يأتي كوزير للخارجية. ولذلك نحن رأينا أن كل مناورات الإدارة الأمريكية وحديثها عن ضغوط على إدارة الاحتلال الإسرائيلي إنما كانت هذه كلها أحاديث لبيع الوهم، وحقيقة أن قرار الحرب إنما هو في تل أبيب وليس في واشنطن. أثبتت الأيام ذلك، أثبت نتنياهو بتعنته ومن خلفه هذا اليمين المتشدد أن إرادة الحرب للوجود السياسي ولردم الهوة حول هذا الإنجاز الكبير الذي أحدثته المقاومة الإسلامية في قطاع غزة بعملية 7 أكتوبر عندما أحيت هذه القضية من جديد، وعندما قامت بهزة هذه الصورة الموجودة للاحتلال الإسرائيلي في الفضاء العام العالمي عسكريا وأمنيا وسياسيا. يعني أتأكد الآن أن القرار هو في تل أبيب، وأن التعنت الإسرائيلي ممثلا في رأي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يمضي في كل الأحوال. حتى المبادرة الأمريكية التي طرحها بايدن قبل فترة إنما كانت هي من وحي الأفكار الإسرائيلية ولم تكن يعني مبادرة أمريكية. هذه المبادرة أستاذ عامر انقلب عليها نتنياهو ولم يعد يرغب بها، وهذا أمر مستغرب في الحقيقة. يعني وفقا لما هو متداول الآن هناك رفض وهناك تعديلات جديدة أضافها، والأمريكان لا يستطيعون الضغط عليه من أجل القبول بمبادرة الرئيس الأمريكي، ونحن نعرف التفاهم والتساوق بينهما إلى حد بعيد. لماذا تظهر أمريكا والخارجية الأمريكية ضعيفة أمام القرار الإسرائيلي؟ وطبعا هناك حقيقتين لا بد من الإقرار بهم، حقيقة سياسية وأخرى عسكرية. الحقيقة العسكرية أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع إنجاز شيئا على الأرض. يعني صحيح أن هناك عدد كبير جدا من الضحايا، الشعب الفلسطيني دفع فاتورة عالية، ولكن من الواقع العسكري وحسابات العسكرية يقول أن الجيش الإسرائيلي لم يحرز انتصارا في قطاع غزة منذ ابتدر عمليته البرية في قطاع غزة، إنما كانت هذه عملية انتقامية من الشعب الفلسطيني. ولكن من واقع مقاومة ومقارعة جيش الاحتلال للمقاومة الإسلامية في جزئها العسكري في الجانب العسكري بمقارنة وبدراسة عسكرية بحتة، نرى أن انتصار المقاومة يلح في الأفق، لأن الحرب إنما تقاس بالأهداف. كانت أهداف الاحتلال الإسرائيلي هي 4 أهداف، كان أولها إعادة الأسرى وإنهاء وجود حماس العسكري والإداري في قطاع غزة وتدمير الأنفاق، وكذلك شل حركة المقاتلين في الميدان وتهجير الشعب الفلسطيني. لم يستطع الاحتلال يعني تحقيق هذه الأهداف، إنما حققت المقاومة أهدافها بالاحتفاظ بالأسرى والضغط على أن هؤلاء الأسرى لن يتم إطلاق سراحهم إلا وفقا لصفقة، وهذا ما تم. وكل هذه العملية العسكرية لم تنتج شيئا سوى الفشل الزريع. فبالتالي نرى أن تحقيق الأهداف في الجانب العسكري يميل إلى صالح انتصار استراتيجي وليس محدود للمقاومة الإسلامية. ولذلك نرى أن إيقاف الحرب أيا كانت نتيجة تضحيات الشعب الفلسطيني إنما سيشكل ذلك انتصارا للمقاومة، انتصارا للقضية الفلسطينية التي عادت مرة أخرى كقضية
رقم واحد في العالم على المستوى الإنساني وحية هذه القضية. الجانب السياسي الآخر هو أن هناك حسابا عسيرا ينتظر السلطة الموجودة في تل أبيب، وهذا الحساب في حده الأدنى سيذهب هذه السلطة ويغير الطبقة السياسية الموجودة الحاكمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي بمجرد إيقاف الحرب، ولذلك هناك هروب إلى الأمام عبر التعنت ووضع شروط غير واقعية وتجنب حتى الرذوخ للصفقة الإسرائيلية التي مررها الرئيس لذلك أستاذ عامر، لذلك شاهدنا أو تابعنا موقف حركة حماس أمس أنها أعلنت عن عدم قبولها بهذه التغييرات، وقالت بأن هذا يحول دون الوصول إلى اتفاق، وهذه المرة الأولى التي تقول الحركة أو ترفض كما قال الإعلام الصهيوني، يعني وصفها بهذا الشكل برفض هذه المبادرة أو رفض هذه التغييرات. لكن السؤال اليوم المطروح هو عن مدى قدرة الأطراف، ولا سيما أن هناك يعني محاولة لاحتواء الرد الإيراني كما قلنا في سبيل التوصل إلى اتفاق، حتى أن الإعلام العبري قبل قليل تحدث عن زيارة متوقعة من رئيس الوزراء القطري إلى طهران لمحاولة يعني العمل على تأجيل الرد حتى يجري التوصل وإعطاء فرصة لصفقة تبادل أو ما إلى ذلك. برأيك كيف يمكن استغلال هذا الضغط الإيراني إن توفر، والإرادة الإيرانية إن توفرت في سبيل الرد، استغلالها سياسيا بما يخدم وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة؟ طبعا المناورة بهذا الموقف يعد في صالح المقاومة، ومن واجب المقاومة استغلال كل الظروف المحيطة بالمنطقة والظروف الصراع الموجودة في المنطقة لإحراز أهدافها. كانت المقاومة واضحة دائما في أهدافها، أبدت المرونة اللازمة، ولكن ما تطلبه دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتواجد في محورين، هم محورين أساسيات، محور في وسط القطاع، محور نستاريم ومحور فيلادلفيا، وهو الحدود بين قطاع غزة ومصر. يعني هذه ثوابت، هذا يعني وجود الاحتلال الإسرائيلي وعودته إلى قطاع غزة، ولذلك الاشتراطات بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي خارج قطاع غزة كان هذا شرطا أساسيا لإنجاز أي صبغة. وافتكر أن المقاومة الإسلامية خطتها واضحة ورؤيتها واضحة في هذه المعركة، وليس لديها ما تخسره يعني في هذا الصمود. الرد الإيراني، دعنا نكون واقعيين، إيران لديها أدوات للفعل العسكري موجودة في المنطقة، نحن نرى ذلك في حزب الله في لبنان، نرى ذلك في اليمن، ولكن لا يمكن أن نتصور أن هناك ردا يعني يمكن أن يتجاوز حدود المعقول في التعامل مع القضية. نعم نعم سيد عامر، نعم انقطع يعني إيرانيا يتجاوز ما يمكن أن يقال عليه أنه في حدود يعني قواعد الاشتباك المتعارف عليها. يعني توقع هذا الرد في المرة السابقة كان عاليا جدا، الحديث عن إطلاق المسيرات والصواريخ بعيدة المدى على إسرائيل كان سقف التطلعات والطموح حتى لدى الشعب الإيراني عالية جدا، ولكن الفعل في واقعه كان يعني بسيطا وبسيطا للغاية. إيران لديها القدرة العالية في المناورة بحلفائها في المنطقة، بالمناورة مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل بحلفائها في المنطقة أكثر من المواجهة المباشرة، ونحن نعرف أن أي دولة تسعى لامتلاك السلاح النووي لا تدخل في مواجهات ولا تدخل في حروب مباشرة في طوال سنوات تحضير وتجهيز هذا الملف. هذا ما كان يعني من كل الدول التي حازت السلاح النووي، وفكر أن رغبة إيران في إحراز السلاح النووي أكبر من رغبتها في الانخراط في الصراع في هذه المرحلة، وهذا ما يجب أن نقرأه كملاحظين ومراقبين. ولذلك أعتقد أن المناورة بالرد والضغط النفسي على الاحتلال الإسرائيلي بهذا الرد هو أنجع وأفيد من الرهان على المواجهة العسكرية ما بين إيران وإسرائيل في الواقع. نعم، ولكن يعني كيف يمكن الاستفادة من ذلك؟ هذا يحتاج إلى إدارة الصراع الدبلوماسي والسياسي بشكل قوي، سواء من المقاومة الفلسطينية أو من هذه الأطراف، ولا سيما أن نتنياهو يريد مزيدا من الوقت. يعني هو يريد أن يبقى في دائرة المفاوضات المفرغة من أي محتوى إلى أمد بعيد، وأنت تعرف أستاذ عامر طبع اليهود والصهاينة في هذا المضمار، يعني هم يعني يستطيعون أن يفاوضوا عشرات السنوات على لا شيء، بينما على أرض الواقع يحاولون تكريس وقائع جديدة. واليوم جرى الإعلان عن خارطة اليوم التالي لغزة،
والتي تشمل في الحقيقة احتلال حقيقي وفعلي لمناطق من القطاع، وحصر سكان القطاع أكثر من 2 مليون في مناطق ضيقة في وسط وجنوب القطاع. وطبعا منطقة الصراع مع إسرائيل يجب أن نقرأ هذا الصراع في عمومه، يعني ليس هناك يعني تصورا لإنهاء الاحتلال بضربة واحدة ضربة غاضية. هذه معركة في حرب واسعة وطويلة وممتدة منذ بداية الاحتلال. هذه معركة متقدمة جدا. أدوات الانتصار في يوم 7 أكتوبر كانت متقدمة جدا، لم يكن أحد يتوقع أن تنجز المقاومة هذه المحاصرة في قطاع غزة، هذه الثلة المؤمنة الموجودة في قطاع غزة وسط هذا الصراع، أن تنجز عملية شاملة فيها إنزال جوي عبر هذه المسيرات التي حملت المقاتلين، ولا حتى هذا الاختراق لأكبر الخطوط الدفاعية لإسرائيل في جنوبها وإنهاء وجود الفرقة الموجودة في جنوب إسرائيل. يعني هذه العملية كانت عملية كبيرة وهذا إنجاز كبير، ولذلك أنا أعتقد أن حسابات وتقديرات الانتصار في هذه المعركة يجب أن نقراها بواقعية. هذه الحسابات ترتبط بأن إنهاء هذه المعركة بدون إنهاء وجود المقاومة الإسلامية في قطاع غزة مهما كانت الفاتورة الغالية التي دفعت هو يعتبر انتصار استراتيجي في الصراع ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي إطار هذا الصراع الواسع حول العالم. إحياء هذه القضية وجعلها هي القضية الإنسانية رقم واحد في العالم وإنهاء وجود إسرائيل وسط الطبقة الثقافية والعلمية والأكاديمية في الغرب واحتكارها لهذه الطبقة في طوال العقود الماضية وفض هذه الشراكة بواسطة تداعيات معركة 7 أكتوبر، أفتكر أن هذا انتصار حقيقي واستراتيجي. الضغط على إدارة نتنياهو ليس من المقاومة فقط، هناك ضغوط داخلية. نحن نعرف أن هناك أكثر من 280 ألف مواطن من مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي هم مهجرون من هذه السكنات التي كانت حول قطاع غزة في الجنوب وفي الشمال مع الحدود مع لبنان. هناك ضغوط اقتصادية كبيرة جدا على دولة الاحتلال. هناك إنفاق عسكري يفوق التصور والخيال ولا يتم الإعلان عنه. هناك فاتورة سياسية كبيرة جدا تدفع في الدول التي تقف خلف إسرائيل، ولذلك نحن نرى أن عدد من الدول الغربية الأوروبية بالذات أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية. هناك فاتورة غالية جدا تدفعها الإدارة الأمريكية، ونحن نرى أن الانتخابات القادمة الآن تذهب إلى 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 إيرادات مجهولة في الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا أقول أن الضغوط على نتنياهو داخلية حتى من الجيش، لأن رئيس أركان الجيش الاحتلال الإسرائيلي قال نحن يمكن أن نسيطر على محور فيلادلفيا بدون أن نتواجد فيه، وهذا يعني حث رئيس الوزراء أن يقدم تنازلات في التفاوض. ووزير الدفاع وغادة بارزين يتحدثون عن هناك فرصة أخيرة لصفقة تبادل، والمواطنين الآن أكثر من 67% من المواطنين وهذا آخر استطلاع للرأي يؤيدون إبرام صفقة. يعني هذه كلها مؤشرات تؤكد أن الضغوط كما هي واقع على المقاومة يعني بحكم أن هذه الحرب حرب انتقامية من الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا واقع على حكومة الاحتلال، وهناك تشقق عميق جدا في الطبقة السياسية الحاكمة، هناك تفكك في العقل الباطن الذي كان يحكم إسرائيل ما بين العلمانية وإسرائيل اليمين المتشدد. هناك كان هناك قرار وعقل باطني يدير هذه الدولة الإسرائيلية. نحن نرى أن هذه الحكومة الباطنية وهذا كل ذلك مرتبط بمدى أستاذ عامر بمدى صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية التي استطاعت من خلال صمودها أن تفشل مخططات الاحتلال وقدرته على الحسم السريع في فترة زمنية قصيرة. وبالتالي نحن الآن في الشهر 11 للحرب، حرب الإبادة الجماعية، مع كل ما جرى في القطاع حتى الآن أكثر من 80,000 طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة، ومع ذلك لم يعد الجيش قادرا على حسم الأمور، فكيف يمكنه فتح جبهات أخرى؟ وطبعا يعني قراءة هذا الصمود يجب أن يترافق مع قراءة المنطقة الذي يقاتل منه، العقيدة التي تقاتل منها الجيوش المتحاربة في الميدان. العقيدة التي تقاتل منها إسرائيل هي عقيدة وجودية، عقيدة يعني مادية بحتة، لا ترتبط بأي روايات دينية ولا حتى بالرواية اليهودية الدينية. هذه صهيونية يعني أقرب إلى العلمانية، أقرب إلى الإلحاد منها إلى القيم الدينية حتى لليهودية، بينما الشعب الفلسطيني يقاتل وذخيرته الإيمانية كبيرة جدا. هذه المعركة ممتدة للشعب الفلسطيني، ممتدة امتداد الحياة والآخرة، ولذلك يتقبلون التضحية والشهداء، ولذلك عندما ينتقل الفلسطيني إلى الآخرة هذا الانتقال يرى أنه هو انتصار على المستوى الشخصي، أنه حقق
رضاء الله سبحانه وتعالى. ففي المقابل ان الذي يقتل في الجيش الاحتلال الاسرائيلي وانما انهى حياته وضاعت فرصه وتدور الاسر حول الفلك ان هذه الحرب تفني ابنائها في قطاع غزه وفي رمال غزه، بينما الشعب الفلسطيني لديه قضيه يؤمن بانه اهل لهذا الانتصار وانه اهل لهذا الحق. هذه الدواعي والدوافع الايمانيه والعقديه هي اساس وذخيره هذه المعركه، هذه المقاومة التي تقاتل في عقد قتالية معقدة جدا. أشكرك. وتواشر مع الآلة الإسرائيلية تؤكد أن هذه المعركة بالنسبة للفلسطيني هي ممتدة امتداد الدنيا والآخرة، وإنما بالنسبة لإسرائيل والمقاتلين الإسرائيليين هي معركة حياتية آنية، وهذا هو سر. أشكرك أستاذ عامر. أستاذ عامر حسن المتخصص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.